كأنه في ذلك اليوم وفي ذلك المكان وقبل مجيئك. باش نقول لك سبة على الخفقان شو هتف بي هاتف أيا أحمد قد بلغت المنى فحدث ولا حرج. فرفعت رأسي أو قبل ذلك قال فاستعذت بالله من الشيطان الرجيم وقرأت ما يسر لي من القرآن ثم رفعت رأسي فإذا اسمي مكتوب في الملكوت العلوي وبإزائه أيا أحمد قد بلغت المنى فحدث ولا حرج. ثم خفضت رأسي خلفا وأماما يمينا وشمالا فكذلك. ثم فتح الله بصيرتي في الحال فرأيت بعيني رأسي الرجل الذي لا يحتمل كلامه الكذب صلى الله عليه وسلم. فأوقفني من يسراي ووكدني بيسراه بين ثديي وقال لي أنت من أمثال الصحابة فحدث لا حرج. لك مع أصحابي هذا قال فوقع لي ذلك الارتعاش وقعت لك الرعدة على القلب هذيك وهو لم يزل إلى الآن. ووقع لي أكثر من ذلك حين كنا في زيارة مولاي بن مشيش. إذن هذا الشيخ يتكلم هذا الجانب على أنه دفع في أول أمر إلى حضرة إلهية مجذوب من ذلك السلوك. هذا يتكلم على أفضال سيد أحمد فضائله وخيراته لا نجحدها. وش معناها الجحد؟ الإنكار وعدم الاعتبار بها ما نجحدهاش ولا تدريك تحت لأن عندنا لغة في الوالد يقول جهدة أعطيه جهدة تدرك معناها ما تدركهاش ما تدركش راس محمد علاه؟ قال راه جمع الطرق من النبي لمدها. وش معنى جمع الطرق من النبي لمدها؟ هذه أن الشيخ رضي الله عنه قال راه اليوم القيامة يقولهم رب العباد يقولهم هذا إمامكم الذي كان ممدكم منه ولا تعلمون